الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. في سبتمبر من العام 1939 اندلعت الحرب العالمية الثانية. عندها تغيرت الأوضاع في الجزائر، حيث أوقفت جمعية العلماء جرائدها وعلقت نشاطها، ولإدراك المستعمر بأن جمعية العلماء لها أتباع كثر في مختلف أنحاء الوطن، حاول بكل الطرق والوسائل أن يحصل على رسالة تأييد من الجمعية في تلك الحرب. عندما وقعت الحرب العالمية الثانية، جاء من يقول له عليك على جمعية العلماء أن تبعث ببقية مساندة لفرنسا لأنها ضد الألمان، ولعل هذه المساندة تشفع لنا في يوم من الأيام عندما تعود تعطينا حقوقنا. فقال كلمة خالدة، قال لو قالت لي قل لا إله إلا الله ما قلتها. ولما رأى المستعمر أن ابن باديس غير آبه بهم، قرر الاتصال بالشيخ البشير الإبراهيمي في آخر محاولة للحصول على رسالة التأييد. كي خرج من أفلو رحت زرتو العاصمة، تسلمت عليه وباركت له، كيف فرحت به كيف روح. كي جيت مروح قال لي قعد تغدى معنا، كانوا معروضين عند واحد من أعضاء جمعية العلماء في سانت جان. قعدنا في الغداء هذاك ذاك الوقت حتى الخمسة تاع العشية باش روحنا سرحنا. هو اللي يحكي كيف حتى هزو، يقول جاني واحد من المخابرات الإدارة تاعو، جاء في المخابرات ومعه ترجمان، قال أول ما تقدم ليه قال له رانا جينا نتحدثوا على قدم المساواة مع بعضنا. قال قلت له هذا يا اسحب هالكلمة هذه، أنت عندك قانونك يحميك في طب وفي في نفس الوقت قانونك مسلط عليا، هما ناس قد هذا. الشيخ البشير الإبراهيم يحفظ يحكي فيها وأنا حاضر فيها، حتى واحد ما حتى كاني في الجماعة ممكن. قالوا من بعد بدأوا يهضروا، قالوا واش هو، قالوا ماذا بينا دير لنا إعلان، قالوا لنا ما باسمي ولا باسم جميع العلماء، قالوا باسم جميع العلماء احنا عندنا رئيس جيب لي برخصة من عند بن باديس. قالوا تعرف عندنا بن باديس ما جيناكش أنت، كما حبش هذاك جا لي هو فيها راح مسكين هو الدواء. عندها تم نفي الشيخ البشير الإبراهيمي إلى أفلو، وتم التضييق على الإمام ابن باديس في قسنطينة. لما آبت الجمعية هذا وطلب من إبراهيم أيضا، نفوا الشيخ الإبراهيمي في أفلو وجعلوا الشيخ ابن باديس في الإقامة الجبرية في بيته. ولما سمع الإمام ابن باديس بالموقف الذي اتخذه الشيخ البشير الإبراهيمي في هذه القضية، أرسل له رسالة مملوءة بالشكر والثناء. الشيخ عبد الحميد بعث رسالة للشيخ الإبراهيمي يشكر فيها على الموقف تاعو هذا بأيام قبل توفى الشيخ عبد الحميد. وقبل أن يتوفى بثلاث أيام كتب رسالة إلى الشيخ الإبراهيمي، يعني يوم 13 أو 16، يقول له إنك شرفت الجزائر بموقفه وشرفت العلم، وإن كنت في حاجة إلى شيء فأخبرني. جاء في تلك الرسالة المؤرخة بتاريخ 13 أبريل من العام 1940: الأخ الكريم الأستاذ البشير الإبراهيمي سلمه الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد بلغني موقفكم الشريف الجليل العادل، فأقول لكم الآن يا عمر، فقد صنت العلم والدين، صانك الله وحفظك وتركتك، وعظمتهما، عظم الله قدرك في الدنيا والآخرة، وأعززتهما، أعزك الله أمام التاريخ الصادق، وبيضت محياهما، بيض الله محياك يوم لقائه، وثبتك على الصراط المستقيم، وجب أن تطالعني برغباتك والله المستعان، والسلام من أخيكم عبد الحميد بن باديس. في تلك الأثناء أصيب الإمام ابن باديس بمرض عضال أعيا الأطباء، وأقعده الفراش ثلاثة أيام إلى أن وافاه الأجل يوم الثلاثاء 16 أبريل من العام 1940. وقد تضاربت الأقوال في سبب وفاته. قال الشيخ شيبان الله يرحمه أن
هو رفض أن الشيخ بن باديس رفض الطبيب، فقال له استعين عليه بشخص ما يعرفوش الناس بزاف، ما هوش مذكور بزاف، ولكن عضو في جمعية العلماء اللي هو الشيخ عبد الرحمن بن بيبي، شخصية محترمة من سطيف وكذا. قال له الشيخ أنت ماشي قلت أنا وقف على الجزائر؟ قال له إيه. قال له إذن أنت لا تملك حق نفسك، راك وقف، فيجب. قال له يا سيدي جيبوا الطبيب خلاص. ويقال إن امرأة جاءت الجوفرنور جنرال تاع فرنسا في الجزائر، قالت له أنا أريد أن أسلم، فأرشدها إلى بيت بن باديس. يقال أنها اتصلت وكانت تدعي أنها لها خبرة في الأدوية والصيدلة وما ذلك، يقال أنها استعملت إبرة له على أساس، وهذه أدت إلى موته. لكن هذه الرواية من رواها؟ أنا رويتها عن الشيخ محمد صلاح رمضان رحمه الله، وهو رواها عن زوجة أمير العمودي وابنه، ولكن في ذلك الوقت كان الذي يشرف عليه هو ابن جلول من أخواله طبيب. في قضية موت الشيخ الشيخ بن باديس هناك روايتان بالنسبة لي موثوق فيهما أو في صاحبيهما. أما الرسالة الأولى أو الشهادة الأولى هي ومكتوبة، هي شهادة الشيخ أحمد بوشمال. هذا باسم أحمد بوشمال هو عين الشيخ بن باديس وأذنه وسورجله ويده إلى آخره. والرواية الأخرى هي شهادة الشيخ البشير في كتابته عن الشيخ بن باديس. رواية الشيخ البشير الإبراهيمي وهو من هو ما كانت عند الشيخ البشير، والرواية الثانية كتبها الشيخ أحمد بوشمال وبعثها في رسالة إلى الشيخ قصيبة، وموجودة عندي الرسالة صورة منها، يقول باللي عنده مرض. جاء في رسالة الشيخ أحمد بوشمال إلى الشيخ أحمد قصيبة ما يلي: أما بعد، فوفاة الأستاذ الشيخ سيدي عبد الحميد بن باديس رحمه الله وقدس سره مصيبة وداهية عظمى على الأمة، تبادل الناس فيها العزاء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وفاه الأجل إثر مرض شديد الوطأة، ضعف عام نجم عنه ضعف في الكلى، وانعدم تجمع البول، أعيا الأطباء. لزم فيه الفقيد العزيز رحمة الله عليه الفراش 3 أيام فقط، ولحقت روحه الطيبة بعالمها الأسمى بعيد الزوال من يوم الثلاثاء 16 أفريل، ودفن بعيد ذلك يوم الأربعاء في موكب حافل سكنت فيه حركة قسنطينة، وشارك فيه النسوة المتعلمات بالجامع الأخضر وعددهن كثير، وأبناء المكاتب النظامية العربية والفرنسية والكشافة الإسلامية وسائر الجمعيات على اختلاف مقاصدهم. والمشيعون من 50,000 إلى 70,000 حسب أقوال المقدرين. ولم نسمع أقل من 50. وحمله تلاميذه فقط بهدوء ونظام إلى مقره الأخير، كما كان يوصي بالهدوء والنظام عقب كل اجتماع عام. وقد كمل الله للأستاذ ما كان يتمنى، فمات عزيزا كما عاش عزيزا، ومضى مأتمه خاليا من البدع. قضى رحمة الله حياة قصيرة في العدد كبيرة الأثر، وعاش 50 سنة، قضى أقل من 20 منها في التعليم،
وأكثر من 30 في نشر العلم والهداية الإسلامية وتأسيس المشاريع العامة المفيدة وتنظيم التعليم العربي. وغرسه ثابت خالد إن شاء الله، تجني منه الأمة الثمار النافعة في الدين والدنيا. وحضر كل أعضاء مجلس إدارة جمعية العلماء الساكنين بعمالة قسنطينة، وصلى عليه الأستاذ التبسي وأبنه هو والأستاذ الميلي. وما لبث أن انتقل إلى رحمة الله، وكانت جنازته جنازة عظيمة. تولى أمرها طلبته فقط لحمل نعشه، وشارك شعب في جمهور ضخم في تشييع جنازته، ودفن في مقبرة أسرته التي هي على مدخل مقبرة قسنطينة. كانت جنازة الإمام جنازة ضخمة لم تشهد الجزائر مثلها من قبل. أعداد هائلة من كل أصناف الشعب، وأصبحت تلك الجنازة حدث وطني رغما عن المستعمر. لأول مرة مثلا في حياة الجزائريين يوقع جنازة بالحجم الذي ظهرت به، وبالتالي مثلا أنه رقية يعني شخصية ابن باديس إلى الشخصية الوطنية رغم يعني وجود الاحتلال الفرنسي. فرح المستعمر بخبر وفاة الإمام ابن باديس، وجعل تفكيره منصبا على من سيخلفه على رأس الجمعية، لذلك أرسل بعض أعوانه إلى قسنطينة ليرتب ذلك. قال الشيخ محمد خير الدين: اقترح علينا الكولونيل شون وابن حورة المبعوثان من طرف الوالي العام الفرنسي تقديم شخص معين لرئاسة الجمعية خلفا للشيخ ابن باديس، نظرا لما يتمتع به من مرونة وبعد نظر، وستجدون من السلطات كل عون ومساعدة. بعثت فرنسا عند وفاة الإمام ابن باديس شخصين، أحدهما فرنسي اللي هو الكابتان في ذلك الوقت الكوماندان شوان، والثاني قاضي اللي هو بن حورة. ظاهر سفرهما إلى قسنطينة التعزية في بن باديس، وحقيقة وجودهما في قسنطينة هو الضغط على أعضاء جمعية العلماء لينتخبوا واحد لين يمكن التفاهم فرنسا تتفاهم فرنسا معه الإدارة معه، فرفض أعضاء الجمعية وقالوا لا نرضى إلا بمن رضي عنه الإمام بن باديس وكان نائبا عنه. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.